مساء الفل. النهارده هنتكلم عن موضوع الواحد ما كانش عايز يتكلم فيه، لان احنا مش متعودين نتكلم على حاجه شخصيه، ولكن الموضوع بقى بابليك، فيعني الدنيا كانت واضحه وكله بقى بيتكلم وصاحب الامر طلع يتكلم، فبالتالي هنتكلم. بخلاف ده لا، واكبر دليل يا جماعه اي مشكله ما بين مثلا عمرو وشخصيه، يعني تامر وشخصيه برضو، ولا بطلع ولا بقول، لانه صاحب الشأن ما بيتكلمش او ما بيعلقش، فبالتالي مش هطلع انا اروش. لكن النهارده هنتكلم عن شيرين، وعن انه في صحفي طلع قال انه سبب ان هي قصت شعرها انه حسام حبيب ضربها وحلق لها شعر. ايه يا جماعه ده مش فاهم، هي هو كان يعني كانت في المعتقل، يعني مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، فلازم ان احنا ناخد بالنا من الكلام. وحاجه تانية، شيرين طلعت النهارده اتكلمت، ونضال الاحمديه، انا نضال الاحمديه ماليش فيها قوي بصراحه، ولكن هي اول واحده طلعت قالت انه كان في طلاق ودم وكده، وما اعرفش، بحس ان نضال الاحمديه مع احترامي ليها يعني كشخص، لكن حد بيخش في الحاجات الشخصيه قوي، يعني ما يعني تقريبا يعني ممكن مثلا ايه لو اتنين طلقوا ولا اتنين تقول لكم ايه، تقول لي مثلا ده هي مش عارف ضربت جوزها، ولكن مش هقول لكم ضربته باي اله عشان دي حاجه شخصيه. طب ما انت فضحتي عيلتها. مش بتكلم على شيرين، بتكلم في المطلق بشكل عام، دايما اخبارها بتبقى مثيره للجدل في الحاجات العائليه. مهم يعني شيرين طلعت النهارده بقى على في الفن بقى ومش عارف في كذا موقع وكده، قالت ان انا حبي لحسام حبيب ده حاجه زي سرطان، يعني بحبه اه لكن حبه دمرني، وانا شلت شعري عشان المعاناه النفسيه اللي انا كنت بعاني منها. ما نعرفش ايه هي المعاناه، يعني اهم حاجه ان شيرين ترجع لينا بصوتها وباغانيها الحلوه. ده الحاجه الاساسيه وده الحاجه الرئيسيه يا جماعه في ان احنا بنشوف الكلام ده كله. احنا عايزين بس شيرين ترجع بقوتها، لان شيرين من اقوى الاصوات العربيه دلوقتي. بس وقالت انه يا حسام يعني دلوعه، وحسام يعني ابن امه، زي يعني ده الكلام اللي اتقال يا جماعه، انا بسرد بس. فيعني ممكن نقول يا شيرين يعني انت ما كنتش عارفه ده من الاول، يعني جيتي تاخدي بالك من ده بعد 3 سنين. المهم يعني ده الموقف يا جماعه، يعني ما نوديش الموضوع لسكه اكتر قسوه، يعني مفيش حاجه اسمها انه حسام حبيب ضربها وخلاها تتنازل على مش عارف ايه. يمكن يكون الموضوع كان بسبب الخلفه، ملناش فيه. فهو الفكره كلها بس انه في صحفي طلع قال ان هي اتضربت، او مش فاكر صحفي او مين، بس يعني حد يعني ولا ليها لازمه على فكره. وحتى لو حقيقي ما ينفعش تضرب، مش سبق، مش حاجه هتقول الله عليك يا اللي جبت الديب من ديله، لا مش حاجه حلوه بصراحه. بس ده بشكل عام. وحاجة تانية يا جماعة، هي شالت شعرها مثلا نوع من انواع عايزة تعمل نيو لوك نفسي وشكلي وكل حاجة، عايزة تطلع من اللي هي كانت فيه. ما ينفعش بقى كل الفنانين يطلعوا يقولوا احنا معاكي واحنا يا جماعة، هي مش شعرها وقع، هي ما جالهاش مرض بعد الشر، بعد الشر طبعا، فماشي حب ومرض، وهي كانت عايزة تدي الاندايركت مسج دي اللي هو يعني حب ومرض وانا بتعافى منه زي المرض الوحش يعني، وانه هي خلاص بتشيت. لكن ما ينفعش ان احنا ايه كلنا وراكي وكلنا مع، طب يا جماعه حتى لو حسام حبيب ده شطان، ما ينفعش ان احنا يعني هي ما كانتش طالعه من، ما كانتش مسجونه يعني. كان في مشاكل كتير اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش مش لازم نقولها، ولكن يعني ما كانش حاجه اللي هو يعني لدرجة ان احنا معاكي واحنا حابينك في كل الاشكال. لا يا جماعة عادي، يعني ازمة وتعدي. وكان المسج كانت ممكن تتقالي مثلا احنا مستنيين بقى شيرين بفنها، لكن مش احنا معاكي ومهما يحصل. كل الاحترام لاي فنان حط لها صورتها، هو ما حصلش يا جماعة، ما عملتش حادثة يعني. بس فأهم حاجة احنا بندعم، يعني بندعم شيرين قوي فنيا، شخصيا مش مهم نعرف ايه اللي حصل، في طلاق خلاص قشطه تمام، يعني موضوع اسمه ونصيب، مش مهم الاسباب، اهم حاجه ترجعي لفنك وتركزي وتعملي بقى حاجه فشخولي جامده جدا، البوم جامد، اغاني حلوه،